تحياتي لكل عم بتابعونا عبر مواقع فوشيا وحابين يعرفوا أخبارنا الفلكية. رح نبدأ مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تلاقي شوية صعوبة في استرجاع أموال لألك، هي حقوق أو حتى أموال كنت استلفتها أو كنت عم بتفكر أنك تستلف، فأكيد نصحتنا لألك ما تقدم على خطوة الاستلاف أو الاقتراض، بالإضافة لمسألة قانونية ممكن تنتهي منها. وأما مهنيا رح تصطلح أمورك المهنية تدريجيا، وأما علاقتك مع الشريك فما في أي خوف عليها أو حتى مخاوف أدنى. مولود برج الثور اللي عم بتواجهه بعض المتاعب، وكمان تبدو الأجواء معقدة قليلا بالوسط المهني، لربما ينفرض عليه بعض الشروط الجديدة على الصعيد المهني، بالإضافة لمداخيل مالية بانتظاره. وأما عاطفيا فعم يشعر بعقدة الذنب تجاه الشريك، ولكنه متفائل بعلاقته معه. مولود برج الجوزاء يلي عم يشعر انه بحاجة للحب وعنده الرغبة في البحث عن حب جديد او قد يدخل بارتباط جديد، ورح ينجح في الحفاظ على سرية علاقته، فكأنه هناك نوع من السرية بالمشاعر او علاقة مخبية. واما مهنيا ممكن يعاني من بعض التعقيدات واثار لمشاكل سابقة تعرض لها، فاكيد نصحتنا لك ما تعتمد على ضربات الحظ في تحسين وضعك، واسعى كمان بنفسك لتحقيق الإنجاز وتحقيق النجاح المهني. مولود برج السرطان يلي كمان عم نشوف عنده الرغبة القوية في التهرب من روتينه المهني نحو هدف جديد أو عمل آخر، وكمان عم نشوف أنه عم يستعيد ثقته بنفسه أكثر، والمناخ يبدو أنه المناخ العائلي يبدو كمان أنه جيد وأفضل من السابق. وأما عاطفيا عم نشوفه منطقي وحساس جدا هيدي الفترة، وكمان في هناك نوع من التقلبات يلي ممكن يلاقي فيها صعوبة في معالجتها مثل ما هو بده في علاقته مع الشريك. مولود برج الأسد يلي كمان عم تتداخل أوضاعه المهنية في بعضها، وممكن هيدا الشيء يخليه مجبر على البحث عن اختيارات جديدة، أو حتى كمان يوضع برنامج أو مضطر لوضع برنامج لتحركه المهني نحو هدف جديد، فالفرص تبدو واعدة نحو وسط مهني أفضل. وأما عاطفيا قد يخفي مشاعره وألامه بسبب عدم تفهم الشريك لشعوره وحاجة مولود برج الأسد لشريكه. مولود برج العذراء يلي كمان حنشوفه انه لن يبقى حبيس البيت، فكمان عنده النية في السفر والانتقال، وهناك نوع من التقنية الجديدة يلي قيد التنفيذ في حياته المهنية. واما عاطفيا الحرص يبدو مطلوب في هذه الفترة، وكأنه رح يواجه بعض المصاعب يلي مرق فيها بسهولة، ورح ينفذ وعد قطعه للشريك مع ضرورة الاهتمام بوضعه الصحي، يعني وضع مولود برج العذراء يلي بحاجة للمتابعة. مولود برج الميزان يلي عم يتوجب عليه دفع بعض المستحقات المالية، وهناك فينا نقول علاقات ومعارف جديد في مجاله المهني، ويبدو متحفز في تواصله معهم. وأما عاطفيا عم نشوفك قليل الحظ عزيز مولود الميزان في العواطف والتضحيات المتبادلة مع الشريك، يعني هون عم نشوف عواطفك وما تضحياتك تجاه الشريك، بس عم يبدو حظك قليل أنه يبادلك بهذا الشيء شريكك العاطفي، بالإضافة لاهتمامات بوزنك وصحتك هذه الفترة. عزيزي مولود برج العقرب، ممكن تحصل على دعم من مرؤوسينك أو من جهة أنت بتشتغل معها أو بتتعاون معها، والوقت مناسب للتعديل وللبدء بأي نشاط أو هدف مهني أو الانتقال. وأما عاطفيا فالفلك عم يتحدث عن تصالح، عن تفهم وتفاهم ومسامحة في علاقتك مع الشريك، أو لربما قد تعيد النظر بمشكلتك معه بطريقة إيجابية. وكمان عم نشوف كأنه هناك نوع من المكاسب المالية أو الإضافية بانتظارك. مولود برج القوس اللي عم نشوفه متفائل ولربما يخطط لجديد، فالأجواء مريحة، وكمان عم نشوف فرص تلوح في الأفق بدون السعي من طرفك عزيزي مولود برج القوس. وأكثر مواليد برج القوس ممكن يغيروا وظائفهم أو مجالهم المهني. وأما عاطفيا قد ترتبط بطريقة عقلانية بعيدة عن المشاعر، وأما المرتبطين قد ينجحوا في تسوية خلافات سابقة مع شريكهم.
مولود برج الجدي اللي كمان عم نشوف الوضع المهني معرض لبعض المخاطر المفتعلة أو حتى معرض لبعض المكيدات المفتعلة، ولربما تجد العاطف والمساندة من جهة بتقدر مجهوداتك، وهنالك نوع من التصحيح، هناك تصحيح لبعض الخطوات، ولربما حدث ما قد يغير من مسارك المهني نحو الأفضل. وأما عاطفيا قد تحاصر سوء تفاهم كاد أن يتأزم بينك وبين الشريك. مولود برج الدلو يلي كمان حنشوفه رح ينجح في تطويق بعض المعترضين يلي عم بيواجهوه، ولكن هذا التطويق يلي رح يقوم في مولود برج الدلو يبدو أنه رح يلعبها بطريقة ذكية وودية، ولربما يعمل على إقامة علاقة صداقة معهم. فالفلك عم يتحدث عن مصالحة وتقارب بوجهات النظر في الوسط المهني. وأما عاطفيا قد يحافظ على علاقته مع الشريك، وقد يحصل مولود برج الدلو على ما يريد من شريكه العاطفي، فكأنه الأمور العاطفية رايحة باتجاهات إيجابية، رايحة في بوادر حلوة، وخصوصا للي قرروا يرتبطوا فعم نشوف نوع من القرارات الحاسمة بتتعلق بارتباط أو بتتعلق بتقرير مصير. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت يلي كمان قد يزعج اهتمام الشريك بحدا تاني أو بأحدهم، ولربما يحصل على معلومات تفيدك، لربما تحصل على معلومات تفيدك في وضعك معه، وكمان عم تشعر بالغيرة تجاه ما يقوم به شريكك، لربما تصرفاته ما عم تعجبك أو حتى عم يستفز غيرتك، أو لربما تكون رسائل لألك. وأما مهنيا فالفلك عم يتحدث عن قرارات جديدة رح تضيف لمصيرك لحياتك المهنية أو حتى مصيرك المهني يلي رح يتبدل نحو الأفضل، وتبدو متخوف من هيدا الشيء، ولكن الفلك بطمنك، ولربما تباشر كمان بدورة تدريبية أو ورشة عمل قريبة. هذه كانت قراءتنا للأبراج، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم. لكل على بالهم يتواصلوا معي أو حتى يعرفوا أكثر عن أبراج حياتهم حظوظهم العاطفية، فكمان في نوع من الاستشارات المجانية الخفيفة، ففيكم تتواصلوا معنا على 0961-71-77-85-86، والرقم الثاني اللي هو 0961-71-77-85-87. أنا جمانة وهبي بودعكم وبقلكم تضلكم بألف خير، وانطروا الأسبوع المقبل بفيديو مسجل بصوت وصورة. ضلكم بألف خير وباي باي.